كل سنة في شهر مايو بيكون عندنا مهرجان أفلام السعودية، لكن ليش عندنا مهرجان أفلام السعودية؟ طاقة حقيقة اللي حمت المهرجان هي طاقة صناع الأفلام السعوديين. أهم شيء في العمل الثقافي هو الاستدامة. هناك مهرجانات سينمائية عالمية توقفت ثم تم نسيانها، على قدر ما حققت من 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 أثر لكنها تنسى، لأن الناس يعيشون في المهرجان لحظة آنية، لحظة الحاضر، لحظة الآن وهنا. فبالتالي لازم أن يكون يستمر، ونتمنى أن لا يتوقف على أبداً. يعني مجتمع السينما والأفلام غالباً ما يسموا هذا الحدث مهرجان، يسموه التجمع السنوي في بيت العيلة. أنا أوصفه بعرس، عرس يعني حفلة احتفال عرس. العروس هي نفس الأفلام السعودية. صحيح، لأن المهرجان يمكن هذه لمسته، لمسة حميمية بيتوتية، وأعتقد هذا الشيء انعكس من سنوات كثيرة. بساطة المهرجان وقدرة المهرجان على يعني لم شمل المخرجين إن صح التعبير. كل الضيوف اللي يجوا هنا يجوا حاسينه داخل بيته ومكانه. أعتقد هذا راجع لإدارة المهرجان اللي هي أصلاً هي كلهم فنانين، فلذلك هم قادرين على أنهم يخلقون هذا الجو الأسري والعائلي. هذا المهرجان واقعي بدرجة كبيرة. كيف بدأ يكبر وينمو يوم ورا يوم مع نمو القطاع؟ وبدأ في 2008 بأقل من 100 مشاركة، ووصل اليوم في نسخته العاشرة لأكثر من 800 مشاركة. وبالنسبة للجوائز، دونا عن جميع أسامي جوائز الأفلام والسينما، هنا الجائزة اسمها النخلة الذهبية. في 2008 رمز المهرجان أحببنا أنه يكون النخلة. النخلة تعبر عنه، هي رمزنا الرسمي. المنطقة الشرقية هي من يعني النخلة فيها شيء مكون أساسي كرمز بصري، ويعني حضورها يمكن لأني حساوي أيضا. والبرامج تتجاوز 90 برنامج. طيب إيش الجديد؟ الجديد سيناريو الغير منفذ، وأفلام الطلبة، وسوق الإنتاج. هنا السينما تشعر إنها بين أهلها وناسها، والجميع يشعر بأن الحياة شاشة لعرض أفلامهم.